وتم التحرك بالشكل اللي يرضي ربنا، اللي يرضي ربنا خلال المرحلة دي، وإعطاء فرصة كاملة للناس اللي كانت موجودة بالنصيحة الأمينة المخلصة الشريفة، وبالمهم اللي بتفهم، اللي إيه؟ اللي بتفهم إن في قضية كذا وكذا وكذا. في ناس من مجلس الوزراء كانت موجودة هنا في الوقت دوت، في ناس كانت معانا في مجلس الوزراء في الوقت اللي أنا كنت فيه وزير وأنا بقول القضايا اللي إحنا نتعامل معها، فكنت بقول كل حاجة ليهم كلهم بما فيهم القيادة. طب بتقول برضو ده ليه؟ لأن كانت الموضوع شريف قوي، والشرف ما بيتجزأش، ما بيتعملش شوية وينتهي ويبقى خلاص بقى، يبقى سمة متغيرة، ده شخصية بقى متقلبة، شخصية خائنة. لا لا لا، الرزق على الله، الرزق على الله. بمناسبة الرزق على الله، وأنا بتكلم في حد بعد ما خلصت المؤتمر قال لي أنا عايز، يعني ما أنا بكلم ناس كتير يعني، فقال لي يعني بتتكلم كتير عن ربنا ليه؟ قلت لهم حبيبي، حبيبي وغالي علي، حبيبي وغالي علي، وأنا اللي شايف، أنا اللي شايف هو عمل إيه معاكم. طب وإحنا لأ؟ لأ، ممكن تكونوا شايفين، بس أنا شايف أكتر. والله 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 كرمه على مصر فوق خيالكم، والله 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 كرمه على مصر فوق خيالكم. يعني يقول إن الحق سبحانه وتعالى عندما يذكر في ملأ، اللي هيذكره في الملأ ده يوم هو يذكره في ملأ أفضل منه. أنا أتكلم وأتكلم وأتكلم بكل احترام وحب، بس هو يقبلني، بس هو يقبلني ويقبل ما أعمله ما أفعله في مصر، يقبله. نرجع بقى تاني للموضوع بتاع الفترة ديت، يا رب يا رب يكون بيحبني صحيح. نرجع بقى تاني. فالمهم ساعة لما جانا حصلت الأحداث، فأنا وعملنا البيان اللي كان بيان لو حد بيحسبه كويس قوي، ما ده تكملة الحوار الوطني يا دكتور ضياء، ده تكملة الحوار الوطني. ساعتها لما جيت عملت البيان ده كنت حريص على ان انا احافظ على التماسك الهش للدولة المصرية ومجتمعها بما فيهم الفصيل ده. معقول؟ اه، لاجل خاطرها، لاجل ان هي مش مستحملة اكتر من كده. خرب، خلصت. والمصرفة كنت بقى موجود في مجلس الوزراء، فكانوا يقولوا لي احنا عايزين نحافظ عليك، انت الايقونه بتاعتنا. انا بقول لكم كلام اتقال، انت الايقونه بتاعتنا، انت البطل. جميل. طيب هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ بكلمكم بجد والله، انت البطل اللي حافظ عليك. ايه هو حد ممكن يدي ظهره ولا ايه؟ لا، مش ليا، أنا ظهري ربنا، ظهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل، اللي يقدر على ربنا يتفضل. نرجع تاني.